والله المباراة كانت في الشوط الأولاني أخذ الوداد أكثر لعب، قبلنا هدف على ركنية اللي نورمالمون صعيبة باش تقبل بونتو على ركنية. دوزيام ميتو أنا دوميني الجو، سجلنا 1-1 وبعداش على كيف غلطة فردية من الملاعبية يغلطوا متوش صار كونتر أتاك وناكسي دوزيام بوت. اما انا دوميني لي جو دوزيام ميتون، خلقنا برشا فرص في الوقت اللي كنا احنا يلزمنا نماركيو الثاني قبلنا البونتو، دونك هذيك الكره وان شاء الله نحفظوا من الاغلاط نتاعنا ومبروك للفائز.